الحوادث في القطارات أو السكة الحديد لا تنتهي ولا تتوقف منذ تولي الوزير الحالي كامل الوزير هذه الوزارة. تقريبا ما بيعديش أسبوع أو ما بيعديش يومين ثلاثة إلا وبنسمع عن حادثة جديدة. المحافظات من اسكندرية لحد أسوان وخطوط السكك الحديد اللي بتربط المحافظات تحولت لخطوط إلى نقل الموتى، وتحولت وزارة النقل من وزارة نقل المواطنين والركاب إلى وزارة نقل الموتى، وده طبعا الكل شايفه. من العام 2019 منذ تولي كامل الوزير لحد النهاردة والفشل بيزداد كل يوم. تقريبا قبل شهرين وفي أسبوع واحد حصلت ثلاث حوادث، أشهرهم كان تصادم قطارين في سوهاج واللي أسفر عن عشرات الشهداء ومئات الجرحى. وقتها كامل الوزير رفض أنه يستقيل وقال كمان أنا مش ههرب من المسؤولية، وقال وقتها واعترف بنفسه أنه عطل النظام الإلكتروني للتحكم الآلي في القطارات بأمر مباشر لسائقي القطارات عشان الناس ما تتأخرش، رغم اعترافه على الهواء مباشرة مع عمرو أديب، لكن محدش قدر يسأله، حتى مجلس النواب بنفسه ما قدرش يسأله. لما راح كامل الوزير مجلس النواب فضلوا يسقفوا له، وطلع مصطفى بكري قال له اللي انت عملته إنجاز ومعجزة محدش قدر يعمل. المهم استمر كامل الوزير في الوزارة بفشله وفساده وكل الأرواح اللي بلدنا ضحت بيها خلال الكام سنة اللي فاتت. قبل يومين عبد الفتاح السيسي أصدر قرار أو طالب بتنفيذ 14 طريق بمنظومة النقل الطرق السريعة الـ ATS أو النقل الذكي للطرق السريعة، عشان يطلع من بعدها كامل الوزير في مؤتمر أمس عشان يكلمنا عن تجربته الناجحة في النقل الذكي. كامل الوزير وزير الحوادث، وزير القتلى، وزير المشاكل والفساد في وزارة النقل، طلع امبارح في مؤتمر عشان يكلمنا عن نجاحاته وعن إنجازاته في وزارة النقل، لا سيما في النقل الذكي. النقل الذكي اللي هو أمر أو التحكم الإلكتروني اللي بنفسه أمر إن سائق القطار يوقفه. قال كامل الوزير في تصريح أثناء هذا المؤتمر: أسعى أو مصر مستعدة لمساعدة الدول الأفريقية لتنفيذ النقل الذكي. ده ذكي نفسه نقل بره مصر من ساعة تولي كامل الوزير حقيبة الوزارة. طبعا لو هننقل تجربة كامل الوزير لدول أفريقيا يبقى ربنا يستر على الناس كلها، وهتتحول منظومة النقل في أفريقيا كلها للشكل اللي انتوا شايفينه ده. ده مثال لإنجازات كامل الوزير ومثال للتجربة اللي عايز ينقلها كامل الوزير لدول أفريقيا. طبعا تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مع كلام كامل الوزير عن نيته نقل التجربة. الإعلامي أيمن عزام يقول: منظومة النقل الذكي إلى الآخرة، الراجل لم يكذب. أما ظاهرة اللوتس فبتقول: كامل الوزير يقول أن مصر مستعدة لتقديم المساعدة للدول الأفريقية في تطبيق منظومة النقل الذكي الـ ITS لتحقيق الأمانة والسلامة على الطريق. بتقول له كام نقط نفع نفسه. أما أدريانو بيقول: مصر مستعدة لموت الدول الأفريقية في تنفيذ النقل الذكي، والموت في صمت. عسكري مشاه غشيم يقول أدريانو. ذا سيناتور بيقول: نقل ذكي ايه يا كامل؟ اخش اجيب لك سطر الحوادث من جوه. اخيرا ادم ريان بيقول: كامل الوزير، مصر مستعده لمساعده الدول الافريقيه في تنفيذ النقل الذكي، اكيد هنبعت لهم الاطفال اللي بيفكوا مسامير القضبان. ومشهد بطبيعه الحال من احد الافلام المصريه شماعه كامل الوزير للفساد والفشل والحوادث اللي قالها قدام البرلمان. عندنا اطفال بيفكوا مسامير القضبان، وعندنا كمان اخوان داخل السكه الحديد، وعندنا سواق قطر ما بيتفرجش على الاختيار، وعملوا له كمان قانون عشان يطلع كامل الوزير بريء. هيفصلوا بالقانون ده أي حد يشك إنه إخوان أو متعاطف مع الإخوان، أو حتى أي حد مش عاجبهم شكله أو مش عاجبهم فكره. وعلى ذكر بقى النقل الذكي والإنجاز بتاع كامل الوزير والنجاحات اللي حققها كامل الوزير، بداية من الكمساري
اللي رمى الشاب من القطر مرورا بالكمساري اللي هزق العسكري او المجند في القطر، وصولا للكمساري بتاع اول امبارح اللي هزق المسن، راجل مسن سنه اكتر من 50 سنة، والكمساري واقف يهزقه لان عنده امر من اللي فوقه، واللي فوقه عنده امر من سيادة الوزير. اتفرج بقى على نجاح وانجاز كامل الوزير، نتابع. يا عم يا عيب يا عم، يا عم انت مبني ايه يا عيب؟ عيب بقول لك عشان تبقى ماشي جمهورية عيب. انا بس طلعت اتعديت على على مين؟ انا ما اتعديتش على مين؟ ما انت قلت ايه؟ انا يا عم بس يا عم.